ازيكم؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ طبعا النهاردة الفيديو هو عن تشالنج هيعجبك جدا، بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، تكتبوا لنا فكرة جديدة نعملها في التعليقات، ويلا نبدأ بالفيديو. طبعا النهاردة التشالنج هو عن مستر احمد هيقول لي نكت وانا اقول له نكتة، اللي هيضحك اكتر، او بمعنى اصح يعني هو هيقول لي نكت وانا لو ضحكت اكتر منه هيبقى في عقاب. عقاب ايه؟ هتتصدم. انا هاكل ده؟ انا هاكل صبار؟ لا، انت اللي هتاكل الصبار، سواء كسبت خسرت انت اللي هتاكل الصبار. بس انا كده كده دايما في حياتي مش بضحك كتير. طيب تفتكروا يعني اللي احنا بنعمله ده اسمه ايه؟ ايا كان اسمه انا معرفش ازاي اقنعني ان انا اعمل حاجه زي كده، بس يلا خلينا نشوف. يلا نبدا باول نقطه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النكت كتير. في نكت كتير. دمها سم كده. مذيعة بتسأل صعيدي: احمد زويل خد جايزة نوبل في ايه؟ قال لها: في علبة قطيفة حمراء. طيب بلاش دي. لا دوري. ايه دورك انت؟ لا دوري. يلا اقلب وريني النكت. واحد واقف قدام الكعبة بيدعي: يا رب سامحني على كل كلمة قلتها على الصعيدة. فواحد صعيدي وراه قال له: هي القبلة ازاي؟ قال له: شفت يا رب، هما اللي بيستفزوني. المفروض اضحك يعني صح؟ ولا اجيب ناس تضحك معايا؟ جماعة على فكرة ايه النكت المستفزة دي؟ مش عارف انا. خليكوا عندكوا قلب ونزلوا ونزلوا على المواقع نكت. هي كانت فكرة كده شكلها يعني تعبانة. مرة واحد زملكاوي ومراتي جاءت منه قالت له: هروح عند اهلي. قال لها: طب اسمعي لي شويه. تمام ماشي يلا دورك. عريس مسطول على الاخر في يوم فرحه، بعد المعازيم ما مشيوا دخل البيت لقى العروسه قاعده، قال: والله والله انا كنت متاكد انهم في الهيصه دي هينسوا حد. تمام. اعوذ بالله من الخبث الخبائث. هو خبث وخبائث فعلا. واحد بيقول لصاحبه: انت عارف في عيد جواز الاول اخدت مراتي في رحله لليابان؟ قال له: ياه، امال في عيد جوازك ال 20 بقى هتعمل ايه؟ قال له: هروح اجيبها من اليابان. اضحكت. ضحكت اهو. ضحك اهو. واحد صفر يا معلم. يلا دورك. ضحكت اهو. هتهرب. يا لا يا ابيض. خلاص يا ابني بقى، انا دي ضحك دي لسه هنا. طيب خلاص بجد بجد بجد. خلاص بقى. خلاص يا ابني بقى يا ابني. طيب يا ابني خلاص يا ابني علي. انا وديت حق ساعتين. ايش صعيدي جات له رساله حلوه. ايه يا ابني كل ده؟ ده انت هتاكل صبار. ده انت مش بس هتاكل صبار، ده انت هجيب لك الشجره كلها تاكلها. ايه ده؟ طيب صعيدي جات له رساله حلوه، قعد يضحك، اتصل باللي بعتها له وقال له: والنبي ابعتها تاني. وبعدين مش هضحك. مش هضحك. وبعدين يعني تفضل. واحد بيقول لصاحبه: عيب مراتك تعتفك بالشبشب واحنا قاعدين. قال له: بس بذمتك جه فيا. تمام.
صعيدي سرق 1,000,000 جنيه وراح دفنهم في حفرة وكتب عليها مفيش فلوس هنا. راح حمدان ولد خاله خد الفلوس وكتب على الحفرة حمدان ما خدش حاجة. طب حلو، وبعدين بقى فين النكتة؟ تمام، انا كنت متأكد ان انا هتشل، انا هموت ناقص شلال رباعي، انا هموت بالسكر. عارفين شاي الرباعي؟ انا هموت بالسكر، انا هبقى مريض سكر. ترى مين هياكلكم؟ انت لغايه دلوقتي اللي هتاكلهم، ده انت ضحكت على النكته قد كده. زوجه مصريه بعتت رساله اس ام اس لجوزها تقول له هات معاك دواء للحراره، بنتك حرارتها 40 وصاحبتك هند عندنا وتسلم عليك. رد عليها وقال لها مين هند؟ قالت له بس كنت بتاكد انك هتقرا الرساله، يلا ما تنساش الدواء. قال لها انا مستغرب لان هند معايا. قالت له معاك فين؟ قال لها في الصيدليه. قالت له خليك عندك انا جايه ما اتحركش. لما وصلت طلبته قالت له انا عند الصيدليه انت فين؟ قال لها انا في الشغل، وطالما وصلت للصيدليه ما تنسيش تشتري انت الدواء بقى. هي دي قصه ولا نكته؟ والله يا ابني انا كل ده مستني القصه تخلص، قصدي النكته تخلص عشان اعرف اخرتها ايه، بس مش عايز تخلص. فماشي. واحدة أمريكية وواحدة فرنسية وواحدة مصرية قاعدين يجربوا صدى صوت صوته. أمريكية قالت هلو هلو، دي زي صدى حلو كده. قال هلو. الفرنسية قالت بونجور. صدى الصوت قال بونجور. المصرية قالت صدى الصوت قال حبيبي يا بشري يا بشرف. ضحك ضحك شغل الحمد لله. انت بتشوف النكته الاول بعدين تديني اقراها لك ولا ايه؟ انت بتخم؟ لا والله انا لقيت نفسي نزلت تحت خالص. ده هلكون بتخم؟ بحاول اطلع. الابن ماما البس ايه؟ الام البس اي حاجه من الدولاب. بجد تسلميني قوي يا امي، لولاكي كنت اروح البس في الثلاجه. بس كفايه التحدي ده، كفايه انا تعبت. كفايه خلاص، انت كده اللي خسرت. لا انت بقى اللي تاكل. لا احنا لقينا ده، احنا قلنا اخر تلاتة بس. طب ما لا احنا قلنا كتير، انت عايز تاني اخر نكتة وما تضحكش. خلاص مش هضحك ان شاء الله، ان شاء الله مش هضحك ان شاء الله. ايه انت لسه بتعلم مراية دلوقتي؟ اصدقني القول، هل كان جدي كريما؟ كلا لقد كان فازلين. مش هضحك مش هضحك مش هضحك مش هضحك مش هضحك. حرام عليك يا ابني اللي بتعمله فيا ده يا ابني، يا ابني حرام عليك. تعادل بقى، يبقى احنا كده هناكل اللي احنا الاثنين. ايه؟ تعادل، احنا هناكل. لا انا مش هاكل. لا هاكل، مش هاكل. الصغيرة اللي احنا مش هناكلها كلها طبعا. طبعا هناكل كل ده؟ كل ده؟ امال ايه؟ لا طبعا مش هناكل كل ده. امال ايه؟ هو هي قطعة ليك وقطعة ليا، اكيد مش هناكل كل ده. انا ممكن بص هيجي لنا المرارة وهننط من البلكونة. ممكن اكل دي. خلاص ماشي. لا طب بكرة. لا بكره 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 انا موافق. بصوا ايوه كل انت شاطر. هات لي حاجه احسن. هنمص نمص من البتاع ده. لا انت مش قلت هاكل؟ لا بدل ما ناكل هنتعب. نمص احسن. هنعمل ايه لا ممنوع. انا هعمل كده. بص انا هعمل كده ازاي؟ ايه ده يا ابني؟ ازيك بالظبط. ازيك بالظبط بس ايه؟ بس مش هنوز كده. امال هعمل ايه؟ طب ابدا انت.
لو عجبتني ممكن اصحى هتقفل في نفس الوقت. تلاتة. هو ايه ده الشغل ده؟ ايه تعادل احنا مالي بتاع كان تعادل يبقى كل زي بقى. تلاتة اتنين. انت بتعمل ايه انت كمان؟ لا مفيش. تلاتة اتنين. لا يلا طب بص انت وصل الكاميرا هنا انا وصل الكاميرا. محدش يقولوا له ان انا بمص بس انا قولوا له ايوه يعني خليك كده ايه. على فكره انا سامعك سامعك. لا بجد خلاص عملت اهو. لا ايه ده وايه اللي لا خلاص شفتك شفتك خلاص يا ابني عملت. لا بجد بجد عشان الفيديو. طب يلا ثلاثة اثنين ثلاثة بجد يا ابني خلاص بقى. ثلاثة اثنين واحد. ايه ده؟ احنا كنا بناكل ازاي واحنا صغيرين ده؟ ده عذاب. يلا مش مشكلة بس انا مش عارف انا ازاي قلبي طوعني ان انا اعمل مع هذا الكائن ازاي اعمل الحاجات دي بس